وبالمقابل أثنى حجاج آخرون على أوضاع الإقامة بالمشاعر المقدسة، حيث اعتبروا أن حج هذه السنة جاء في ظروف جيدة وأحسن من المواسم السابقة. مفدنا إلى البقاع المقدسة محمد شوقي علاك بعث بالتالي. جامي شفنا حج كما سنة، ما خصهم جامي، ما خصنا والو، الحمد لله الحمد لله. دي فاردو تاع كوكا، دي فاردو تاع سعيدة، ما جاء والله والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خصنا حتى شيء. دروكي كاين دي بتيت يعني ديفايونت، مي لا غالب يا وي 2800 حاج، ما هوش وحده دروك 28000، واحد يخصها بورتابل، واحد يخصها ينفيس، واحد يخصها بارا لاخر الانترنت. هذه جايين نحجوا، ما جايش نديروا التوريزم. فوتنا الحج تاع السنة 2016 فات بخير والحمد لله. الناس راها راكدة كليماتيزي كيش راها في ديارهم، كوكا عندهم، كيوي وعندهم، ما خصهم حتى خير والحمد لله. فوتنا عرفة تاني بخير، تبدلت الأمور، نشوفوا الحجاج كي راهم عايشين منا ومنا راهم في كارثة. الأئمة خدموا الله يبارك، الحماية المدنية تعبت، راهم تهلاو فينا بالبزاف بزاف الحمد لله. حاجة ما خصتنا في الحج، وزنا الحج ببيها الخيم كليماتيزي، الحمد لله تهلاو فينا والحمد لله، وربي ان شاء الله يقبل منا. ونطلبوا الصحة كاع الحجاج، راهو طلبوا الصحة والهنا للجنود تاع الجزائر وخاصة الحراس تاع لي فرونتيير، ونطلبوا ان شاء الله الخير في الجزائر.